لقاء كان في إطار المجموعة الثالثة. كرة تلعب للأمام، غلطة الشاطر بعشرة، غلطة الشاطر بعشرة، هدف عراقي عند الدقيقة الرابعة، وخطأ كان من أحمد. أول الأهداف لأشبال الأسود، هدف أول لمنتخب العراق، هدف مبكر لمنتخب العراق، هدف لمنتخب العراق. في الأردن في المملكة الهاشمية حاضنة العرب، ترسل إلى الأمام وحذاري من الأخطاء. زين الله، يلعب دين يا لعيب، يا زين يا لعيب، يا زين الذي يسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي بخطأ دفاعي قاتل، بخطأ دفاعي قاتل، لكن زين، زين والله كله زين، يسجل هدف جميل على يسار الحارس أحمد صعب بعد خطأ دفاعي كان من حسين السويدان، ولكن زين يعرف كيف يسجل، يهديها ويضعها على يسار الحارس، على يسار الحارس أحمد صعب، هدف ثاني عراقي.